السلام عليكم الزلف الأول، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضية والإخبارية. دائما ما نشارك معكم جديد أخبار شبيبة القبائل، ماذا تكلموا عنها في الصحف، في المجلات، في الجرائد، وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات اللاعبين وكل شيء. دائما ما نجتهد للحصول على المعلومات، فلا تبخلوا علينا بوضع جام ولايك على هذا الفيديو. مارتينيز قال لك نعم أنا في اتصالات مع شبيبة القبائل. هل سيكون مع شبيبة القبائل مارتينيز؟ هل بن شيخة ماذا تكلم وماذا قال؟ قال لك لا أعلم بما تقوم به الإدارة، يعني موش فهم إدارة وش قاعدة تدير، هي مع بن شيخة، هي مع مارتينيز، هي مع عندها بزاف اتصالات مع مدربين. لا يمكنك تجاهل فريق كشبيبة القبائل، يعني قال لك فريق كشبيبة القبائل ما كاين حتى مدرب راح يتجاهله، لأنه صراحة فريق عنده قيمة، فريق عنده كما احنا نقوله ألقاب، عنده تاريخ هذا الفريق. لم أتخذ بعد قرار نهائي، يعني بن شيخة قال لها ما زلت ما اتخذتش القرار تاعي، ماشي فاهم روحو اسكو سما راح يرجع مع شبيبة القبائل ولا ما يجيش مع شبيبة القبائل. ولكم دائما ديما نطلب منكم الحكم في التعليقات، لانه دائما اراءكم يهمنا ان شاء الله. قال لك وضعية مواقي غامضة واللاعب يصرح، قال لك القرار بيد المسؤولين، يعني الوضعية تاع مواقي ما زالت غامضة والقرار بيد المسؤولين، يعني مسؤولين الشبيبة هم من سيقررون بقاءه او ذهابه.